انا شايف ان 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 جناح وزاره النقل وانا بقول اهو ممكن يبقى احسن من كده بكتير بكتير جدا. وانا اللي غلطت ان انا ما دخلتش من بدري قوي. لان لا انت بتعمل مؤتمر باسم معرض المؤتمر باسم النقل 2020، فالمفروض يبقى جناح وزاره النقل ده حاجه فخمه جدا. من اول خط السير لازم خط السير الاول يتعمل ونبني عليه الاجنحه بتاعت الشركات المحترمه الكبيره اللي شغاله معانا كلها. طب معنى كده ان الشركات اللي هتبقى مش على خط السير وحشه؟ لا مش وحشه، وهتتشاف كل حاجه وتتعرض. وعلى فكره على فكره خطه المعرض كلها بالشركات المشاركه بتروح لسياده الرئيس وبتروح للاعلام وبتروح للدنيا كلها. السيد الرئيس شخصيا بيقول لك انا بني عمك، انا وراك، بس انتج لي 1000 اتوبيس، انتج لي 1000 عربيه سكه حديد، انتج لي 1000. واحنا لو كنا لقينا شركاء مصريين لينا ينتجوا لنا 1000 عربيه سكه حديد كنا رحنا بالكامل في اتجاه روسيا والمجر، رغم احترام مع احترامي الكامل لترانس ماشي هولدنج، واحنا بنتعاون معاها وانا استمر في التعاون معاها، ولكن طب كنا حتى انتجناهم في مصر، كنا جمعناهم في مصر، كنا دهناهم في مصر. ولكن التعاون مع، بس عشان اطمن الشركاء من الدول الصديقه، احنا لن نوقف التعاون معاك، بالعكس، لان احنا حتى لما هنعمل دي انت هتكون سبقتنا بحاجه ثانيه، فهنجري وراك عشان ناخد الحاجه الاجدد. هو كده، بس يبقى عندنا حاجه، يبقى في ايدنا حاجه نبني عليها. لما تيجي تقول لي بعد كده ده انا هعمل لك عربيه سكه حديد كهرباء بقى خالص، طب انا بس كنت عملت الاول السكه الحديد اللي عليه، يبقى بنيت الشاسيه وجبت البواجي وعملت، يبقى انا بعد كده لما اطور عن حاجه في ايدي وهكذا. اذا هم هيجروا واحنا نفضل نجري وراهم، بس انت بنساعدهم نزاحمهم نديهم حتى عمالنا ومهندسينا. لا مش عايزين نسبه والله، بس عشان ما ازعلهمش، لا مش عايزين نسبه ولا حاجه، هنفضل نشتغل معاهم، هنشاركهم في كل حاجه، بعمالنا ومهندسينا وخاماتنا هجيب خامات من بره واركبها واجمعها، يبقى انا عملت مكون محلي؟ لا، احنا عايزين فعلا ننتج الخامات بتاعتنا والمكونات بتاعتنا هنا عندنا في مصر. عندك راس الدوله، ومش اي راس دوله والله، مش انا كلامي شهاده جهاز مجروحه، مش اي راس دوله، ده لما بيقول لك هينفذ اللي بيقوله لك، ده لو بيقول لك هساعدك يبقى هيساعدك، ده هيدعمك يبقى هيدعمك. لما راس الدوله بيقول لك انتج، قول لي ازاي تنتج 1000 اتوبيس وتزود المنتج المحلي او تزود المكون المحلي فيهم عن 45% و50 و60% واخدهم منك. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟